إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. تلقى النجم المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الوداد عروض مهمة من أندية عربية وأوروبية تسعى للاستفادة من خدماته، بداية من فترة انتقالات صيفي الحالية بعدما انتهى عقده مع الوداد الرياضي. وأشارت مصادر أن عطية الله تلقى عروض من نادي فرنسي وآخر إيطالي، بالإضافة إلى عرض من ريال بيتيس، غير أن القيمة المالية التي يطالب بها وكيل أعماله مقابل انتقال اللعب لا تزال حل خلاف مع هذه الأندية. وأوضحت ذات المصادر أن عطية الله يفضل خوض تجربة أوروبية بداية من الموسم الرياضي المقبل، الأمر الذي جعله يرفض بعض العروض العربية خلال الفترة الماضية، من بينها عرض الاتفاق السعودي وأحد الأندية الأخرى من دوري روشن. وأكدت مصادر أن عطية الله سيحسم الأسبوع المقبل في النادي الذي سيدافع عن ألوانه في الفترة المقبلة، كما أن آخر مباراة له مع الوداد ستكون مواجهة الديربي أمام الرجاء في نصف نهائي كأس العرش. يذكر أن عطية الله بات من أهم اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في المنتخب المغربي، ويعتبر من بين الأفضل في القارة الإفريقية بهذا المركز. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.